بداية القرن السادس عشر عرفت المغرب انقسام في ميزان الحكم بين أبناء آخر السلاطين السعديين المنصور الذهبي، الشيء اللي ضعف الدولة وخلى القبائل يفقدوا ثقتهم في السعديين، الشيء اللي غيخلي زعماء القبائل يبيعوا الفقهاء ورؤساء الزوايا من جديد. فهاد الدولة المرينية وأثناء الصراعات اللي كانت كتعرفها هاد الدولة داخليا من تمردات وتفرقة، كانوا القبائل كيخرجوا من الحكم المريني بسبب ضعفهم. هادشي اللي خلى الناس ديال تافيلالت يكون عندهم رأي آخر، وهو يشوفوا شي فقيه من آل البيت هو اللي يتولى زمام الأمور. هاد الحدث غادي يجي في واحد الموسم من مواسم الحج، غادي يتلقاو الحجاج التافيلالتيين مع واحد الفقيه جليل للاسم ديالو الحسن بن القاسم بن محمد، وغادي يقترحوا عليه انه يمشي معاهم للمغرب، وما غادي يخصوا التاخير في القبيله ديالهم اللي هي تافيلالت. فعلا داكشي اللي وقع، جا معاهم الفقيه الحسن بن القاسم اللي غيتعرف من بعد باسم الحسن الداخل، واستقر في المغرب. وفي سنة 1631 ميلادية غيظهر الشريف بن علي بن محمد الأول، حفيد الفقيه الحسن الداخل، اللي غيبدأ الدعوة ديالو من تافيلالت، المدينة اللي كانت كتلعب دور مهم في التجارة بين الشمال وجنوب الصحراء. هذا الظهور اللي كان الهدف منه هو توحيد بلاد المغرب والوقوف أمام غزوات المسيحيين اللي كيحتلوا السواحل المغربية بعد ما عرفوا أن السعديين سالات ساعتهم، لكن ما غيتحقق هاد الحلم حتى العهد الأخ ديالو الرشيد بن علي الشريف في سنة 1664، اللي قدر أنه يدير حد للقبائل المستقلة على الحكم المركزي في مراكش اللي كانت عاصمة السعديين طبعا، وغيدخلها تحت إمارة الدولة الجديدة اللي هي دولة العلويين الفلاليين، واللي كان هو أول من ترأسها. لكن سرعان ما غادي يتوفى، وغادي يتم مبايعة الأخ ديالو إسماعيل بن الشريف، السلطان اللي غيأسس جيش يضاهي الإنكشارية العثمانية واللي كان اسمه جيش عبيد البخاري. هذا الجيش اللي غادي يوحد كامل الإمبراطورية المغربية من طنجة حتى السنغال. جيش عبيد البخاري القوة العسكرية المغربية اللي كانت كتخلع الأعداء غير مع ذكر الاسم ديالها، واللي تسمات بهذا الاسم بسبب أنهم كانوا كيأديوا القسم على كتاب الإمام البخاري. هاد الجيش اللي كان القوام ديالو 2000 فيلق محارب مدرب بأحدث الفنون الحربية اللي كانت في ذيك الوقت، واللي كان معظم الجيوش ديالو من جنوب الصحراء. كيقول المؤلف الألماني كارل بروكمان في إشارة ليه لهاد الجيش: أقسم أفراده يمين الإخلاص على صحيح البخاري، ومن هنا عرفوا بعبيد البخاري، وقد استطاع الملك بواسطة هذا الجيش إخضاع القبائل ويطهر البلاد من الأجانب الدخلاء. هكذا قدر هاد السلطان أنه يسترجع المدن اللي استعمرتها إسبانيا بحال المهدية سنة 1681 ميلادية، ثم مدينة طنجة سنة 1684 ميلادية، والعرائش من إسبانيا سنة 1889، وأخيرا أصيل سنة 1961. لكن المدينتين اللي مقدرش المولى إسماعيل يفتحهما سبتهم ليليا، هاد المدن اللي حصرهم المولى إسماعيل 27 سنة، لكن الدفاع العسكري اللي كانت حاطة إسبانيا تما وقف سد مانيع أمام استرجاع هاد المدينتين. هاد الحصار اللي قام به المولى إسماعيل واللي دام 27 سنة ما كيأكد لنا إلا وأن هاد المدينتين مدينتين مغربيتين، والتاريخ كيبين لنا أن المغاربة تقاتلوا مدة 27 سنة باش يردوا الحق ديالهم اللي هو استرجاع سبتة ومليلية، هذا الحق اللي غيبقى متوارث من جيل لجيل إلى أن ترجع المياه إلى مجاريها وترفع راية المغرب في سبتة ومليلية طوال الزمان والأقصار. كيقول المؤرخ أبا عبد الله الإفراني المراكشي واللي عاصر السلطان إسماعيل أن الدولة المغربية وصل لامتداد ديالها حتى السنغال ومالي، كيقول باللي هذا الاتساع اللي وصلته دولة المغرب في هذا العهد ما وصلتوش دولة السعديين في عهد السلطان المنصور الذهبي.
حتى من احتلت فرنسا السودان الغربي في القرن التاسع عشر كانوا أمراء القبائل السودانية كيبايعوا العرش المغربي. توفى المولى إسماعيل معين حتى واحد من الأبناء ديالو على الحكم، بل خلى المغاربة هما اللي اختاروا السلطان اللي بغاوه. هادشي اللي خلى الإخوة يقع نقاش حاد بيناتهم، خلى أمر تسيير الدولة يتدخل فيها الجيش. هاد المشكل استغلوه الولاد العثمانيين اللي في الجزائر، وبداو كيساندوا المتمردين باش يقدروا أنهم يحتلوا المغرب. لكن واخا كاع هاد المشاكل، المغاربة كانوا متشبتين بالسلطان ديالهم، وكذلك مبايعة أبناء السلطان إسماعيل السبعة اللي غادي يحكموا المغرب كلهم بالترتيب من بعده، واللي هما أحمد الذهبي وعبد الملك وعبد الله وعلي الأعرج ومحمد بن العربية المعروف بمحمد الثاني، ثم المستضيء وزين العابدين. رغم أن المشاكل اللي كانت بينهم، لكن في الأخير غادي يتم اختيار السلطان عبد الله بن إسماعيل، وغيتم مبايعته في النهاية لحكم المغرب. عبد الله بن إسماعيل السلطان اللي ساعدوه الأخوال ديالو باش يوصل للحكم، بعد ما طالبات الأم ديالو خناتة بنت بكار من العائلة ديالها اللي كانوا كيترأسوا قبائل المغافرة في جهة سوس. هاد القبيلة اللي كانت قبيلة قوية عسكرية، وكانت الكلمة ديال القائد ديالها مسموعة. وصل عبد الله بن إسماعيل للحكم عدة مرات. المرة الأولى كانت من 1729 حتى 1734 ميلادية، بعد ما عزلوا الأخ ديالو زين العابدين من المنصب. لكن بعد مرور عامين غادي يقدر عبد الله بن إسماعيل أنه يرجع للمنصب ديالو، وهذا الشيء في سنة 1736 ميلادية. لكن ما هي إلا شهور حتى غيعزلوا الأخ ديالو محمد الثاني سنة 1738، ومن بعده مباشرة بشهور قليلة غادي يتعزل محمد الثاني حتى هو، وغيحكم في المكان ديالو الأخ ديالو مولاي المستضيء مدة ديال عامين. بعد ما قدر الأخ ديالو عبد الله بن إسماعيل أنه يرجع للمنصب ديالو ويتولى حكم المغرب للمرة الثالثة، هاد المرة اللي غيدوم الحكم ديالو حتى مات سنة 1757، وتم مبايعة الابن ديالو محمد الثالث سلطانا للمغرب. محمد الثالث السلطان اللي تزاد سنة 1710 بمكناس، واللي كان بعد البلوغ ديالو كينوب على الأب ديالو عبد الله بن إسماعيل في مدينة مراكش، واحدة من أكبر المدن المغربية آنذاك. فترة الحكم ديال محمد الثالث كانت فترة صعيبة بزاف، لكن بسبب الفطنة والعقل والرزان اللي كان كيتعرف بها، قدر أنه يتغلب على كاع دوك المشاكل اللي كانوا ضايرين بالدولة واللي سبق وذكرتها، لأن الفترة ديالو جات مباشرة بعد فترة الحكم ديال الإخوة أبناء السلطان مولاي إسماعيل، اللي كانوا مضاربين على شكون غيولي السلطان. وعاشت المغرب شوية ديال المشاكل في هاد العهد بسبب هاد التفرقة اللي في السلطة، وكذلك بسبب العثمانيين اللي كانوا كيتسناو الفرصة باش يحتلوا المغرب. المغرب اللي استعصى عليهم في عهد السعديين، لكن ما كانوش عارفين أن المغرب هي الدولة الوحيدة اللي عمرها غتقبل بالاعتراف الإسمي للإمبراطورية العثمانية. خدم السلطان المغربي محمد الثالث على توحيد المملكة ديالو، ثم من بعد غادي تتجه الأنظار ديالو للسواحل اللي بدات البرتغال كتحتلهم من جديد، بعد ما عرفوا بالمشاكل اللي واقعه في المغرب. لكن ما في خبارهمش أن السلطان محمد الثالث قدر أنه يحل هذا المشكل بالدهاء هو الفطنة ديالو، وقدر أنه يوحد المملكة المغربية، ويصبح همه الوحيد هو إخراج البرتغاليين من السواحل المغربية. وفعلا داك الشيء اللي وقع، بحيث قدر أنه يخرج البرتغاليين من مدينة مازاغان المعروفة اليوم بمدينة الجديدة. وفي سنة 1765 غادي يقدر أنه يهزم الجيش الفرنسي ويخرجهم من مدينة العرائش. في العهد ديال السلطان محمد الثالث كانت واحدة من أعظم الوقائع التاريخية اللي مازال منقوشة في ذهن الأمريكيين، واللي كيحق لكل مغربي الافتخار بها، هي اعتراف المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية كأول دولة في العالم كتعترف ببلاد العم سام سنة 1777، من صدرات الدولة المغربية العريقة بقيادة السلطان محمد الثالث وثيقة رسمية من العاصمة مكناس، مضمونها أن المغرب كيسمح لبعض الدول بتبادل وممارسة التجارة مع المملكة المغربية، ومن بين هذه الدول كانت مكتوبة الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت آنذاك دولة فتية ما كيعرفها حد.
هاد الوثيقة كانت كافية أنها تكون اعتراف صريح ومباشر من السلطان المغربي محمد الثالث بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد مرور سنتين على هاد الوثيقة أي سنة 1779 غادي يزيد السلطان المغربي يثبت الكلمة ديالو بدعوة للأمريكان لفتح سفارة بالمغرب. أنا كنلخصو أن العلاقة المغربية الأمريكية ماشي وليدة اليوم بل التاريخ كيشهد عليها. أما داخليا فكان السلطان محمد الثالث كثير تنقلات بين مدن المملكة باش أنه يطمن على الرعية ديالو، وكان العهد ديالو عهد مزدهر في كل المجالات إلى أن توفي رحمه الله. سنة 1769 غيقوم مولاي ليزيد اللي كان قائد قبائل مسوفة الصنهاجية واللي كتعتبر أنذاك وحدة من أعتاد القبائل المغربية، وخير دليل هاد القبيلة هي قبيلة الأمير يوسف بن تاشفين، وبمساعدة من هاد القبائل اللي ذكرتها دابا اللي كان مولاي ليزيد هو الوالي عليها غيقدر أنه يتمرد على الأب ديالو محمد الثالث. لكن هاد التمرد باء بالفشل بعد ما وصلت الأخبار ديالو للقصر قبل ما يبدأ. غيأمر السلطان محمد الثالث بإرسال جيش كبير لإخماد هذا الثور، ومع وصلات الأخبار لمولاي ليزيد غيهرب مع الأتباع ديالو في اتجاه زاوية أيت إسحاق. لكن رغم كل هذا غادي يسمح ليه السلطان محمد الثالث وغادي يصيفطو لمدينة فاس، لكن في مدينة فاس غادي يخلق صداع من جديد هاد المرة مع الأخ ديالو مولاي عبد الرحمن. هاد الصداع اللي ناض بين الإخوة غادي يتحول لمعركة عسكرية، وغير وصلت الأخبار لباهم السلطان محمد الثالث غيلقي القبض على مولاي عبد الرحمن لأنه ما هرب ما والو. لكن مولاي ليزيد هرب وتخبى في ضريح مولاي دريس زرهون، وبعد مدة من الزمن توسطوا ليه الشرفاء الأدارسة عند السلطان محمد الثالث وسمح ليه مرة أخرى. لكن هاد المرة قرر أنه يصيفطوا للحج باش يبعد واحد لمدة من المغرب. غير هو أثناء السير ديال هاد القافلة المغربية اللي كانت متوجهة للحج غادي يثور عليها وغادي ياخذ كاع الفلوس اللي كانت معهم، لان في ذيك الوقت كما كنعرفوا كانوا الحجاج كيمشيو مشيا على الاقدام من المغرب حتى الجزيرة العربية اللي هي السعودية. وصلت الاخبار للاب ديالو محمد الثالث سلطان المغرب، لكن هاد المرة ما غاديش مازال يتساهل معه، وغادي يوصلوا الاخبار لمولاي ليزيد ان السلطان غاضب بزاف على داك التصرف اللي دار لدوك الحجاج، وغيهرب في اتجاه المشرق مدة من الزمن. في سنة 1788 ميلادية قرر مولاي ليزيد الرجوع للمغرب ويتخبى في جبل العلام في الريف، حتى وصلته الأخبار على أن الأب ديالو سلطان المغرب محمد الثالث توفى وخرج من المكان اللي كان مخبي فيه، وتم المبايعة ديالو من أهل المغرب مباشرة وتولى حكم المغرب مكان الأب ديالو محمد الثالث. جات الحقبة ديال مولاي ليزيد اللي كانت عامرة بالمشاكل الداخلية، بحيث أنه كان كيحارب اليهود اللي عايشين في المغرب، كما أنه بين العداء ديالو اتجاه فرنسا وإسبانيا، الشيء اللي غيخلي هاد الأخير يبدأ يمول الثورات في المغرب ضد السلطان مولاي ليزيد. وبقات الأحوال على هاد الحال تال سنة 1792 من يتوفى في معركة زاغورة اللي وقعات بينه وبين الأخ ديالو بعد ما اخترقت رصاصة الجسد ديالو، وهكا كتكون نهاية السلطان مولاي ليزيد. مباشرة بعد هاد المعركة غادي يبيعوا المغاربة الأخ ديال مولاي ليزيد مولاي سليمان بن محمد الثالث سلطانا للمغرب. هاد السلطان اللي عرفات المغرب أثناء الحكم ديالو انغلاق تام على العالم وسد كاع البيبان على أوروبا، ولغى كاع الاتفاقيات ديال التعاون اللي كانوا بين المغرب والدول الأوروبية، وهادشي كامل دارو السلطان مولاي سليمان خوفا من الطاعون اللي كان منتشر في أوروبا آنذاك. وهي اتفاق بين المغرب وأوروبا يعني أن الطاعون غيجيبوه الأوروبيين المغرب وهو غادي ينتشر بين الناس مرة أخرى. احنا كنعرفوا أن الطاعون هو سبب سقوط الدولة السعدية. كذلك كان خايف من الثورة الفرنسية اللي كانت أيضا أثناء العهد ديالو، واللي كان من خلالها نابليون بونابارت كيهدف من خلالها أنه يوسع الإمبراطورية الفرنسية. أما داخليا فكان السلطان مولاي سليمان كيكمل على العمل ديال الأب ديالو محمد الثالث، ألا وهو إخراج البرتغاليين والإسبان من المغرب، وكذلك التصدي للقراصنة اللي كيدوروا في السواحل المغربية وكينهبوا السفن التجارية، كذلك سد العلاقات الخارجية مع أوروبا لأسباب ذكرت هذا بشوية، وعزز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كما دار الأب ديالو محمد الثالث تماما.
أما بخصوص اليهود اللي هاجروا من البلدان ديالهم بسبب خوه مولاي اليزيد، فقدر السلطان مولاي سليمان أنه يرجعهم للبلدان ديالهم ويطلب منهم السماح، وهكذا سماوه اليهود السلطان العادل. بقات الأمور على هذا الحال حتى لسنة 1816 من يدخل وباء الطاعون بين القبائل المغربية، كذلك الجفاف اللي كان بسبب الشتاء اللي مدة ما سقطات. هاد المشاكل كلها تسببت في مجاعة كبيرة بين السكان، الشيء اللي خلى القبائل المغربية تثور على هذا الوضع اللي وصلوا له. وأول من أعلن الثورة هما قبائل الأطلس المتوسط بقيادة أبو بكر أمهاوش، اللي قدروا أنهم يهزموا جيش السلطان في أول معركة دارت بينهم. لكن في المعركة الثانية جاء جيش السلطان موجد بعدد مهم من الجنود، وطلب السلطان من القبائل الأمازيغية الموجودة في الخلف عدم المشاركة في هذه المعركة. لكن مع بداية المعركة غادي يلتفوا القبائل الأمازيغية بجيش السلطان من القدام ومن الخلف، وأثناء المعركة غيسقط السلطان مولاي سليمان أسيرا في يد رجال بني مجيد اللي غياخدوه للقبيلة ديالهم وطلبوا منه السماح ورجعوه لمدينة فاس بعد ما دوز 3 أيام في قبيلة بني مجيد الأمازيغية. أثناء هاد المعركة وهاد الوقائع غادي تنوض ثورة أخرى كتقوم في مدينة فاس وتطوان ومدن الشمال كلها، بعد ما استسلموا أبناء السلطان مولاي سليمان اللي ما قدروش مازال يتحملوا المشاكل اللي بدات كتراكم على الرعية، الشيء اللي خلى سكان هاد المدن يرسلوا برسالة للسلطان مولاي سليمان كيطلبوه فيها أنه يرجع لفاس في أقرب وقت. لكن ما كانوش عارفين أن السلطان كان مضارب مع إطفاء التمردات اللي كتوقع في الأطلس المتوسط. هذا التأخر في الرد اعتبروه سكان مدينة فاس عجز من السلطان باش يلقى لهم حل، الشيء اللي خلاهم يكونوا جيش وقائد من أهل المدينة باش أنهم يقدروا يتصدوا لهذه التمردات اللي في المدينة. أكثر من هذا غادي يبايعوا أهل الشمال مولاي هشام بن اليزيد، لكن كانوا متفرقين بالنص بين مؤيد للمولى هشام بن اليزيد ومؤيد للسلطان مولاي سليمان، الشيء اللي غيتسبب في معركة بين هاد الفئتين واللي غيتسبب في موت المولى هشام بن اليزيد. وقدر جيش السلطان مولاي سليمان أنه يدخل الفاس ثم أصلح الأمور وأمن على السكان كلهم أنهم ما بقاش غيوقع بحال داكشي. بعدها مباشرة غادي يسلم السلطان مولاي سليمان مقاليد الحكم المولاي عبد الرحمن بن هشام ابن الأخ ديالو باش يقدر أنه يتفرغ لعبادة الله تعالى، فكتب في الوصية ديالو اللي جا فيها أنه كيوصي بمبايعة المولى عبد الرحمن لأنه رجل فقيه متدين، ما كيشرب ما كيزني ما كيكذب وما كيخونش. بعد هاد الوصية ما هي إلا أيام قليلة غيتوفى بعدها مباشرة السلطان مولاي سليمان سنة 1823 ميلادية، وتم مبايعة السلطان عبد الرحمن بن هشام أول سلطان مغربي غادي يتواجه مع دولة فرنسا في معركة إيسلي المشؤومة سنة 1204 في مدينة فاس. زاد السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام السلطان اللي خذ الحكم بتوصية من العم ديالو مولاي سليمان لأمر المغاربة أنهم يبايعوه لما رأى منه من صلح للبلاد، وهكا وصل للحكم سنة 1822. هذه الفترة اللي كانت من أصعب الفترات على شمال إفريقيا، لأنه بعد تعيين سلطان المغرب ما هي إلا 8 سنوات غادي تحتل فرنسا الجزائر. هذا الأمر اللي ما تقبلوش السلطان مولاي عبد الرحمن وشافوا إهانة للجار، الجار اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري ومسلم. قرر مولاي عبد الرحمن أنه يدخل في المعمعة ويساعد المقاومة الجزائرية اللي كان كيقودها الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. غادي يساعد السلطان المغربي بالسلاح والعتاد، لكن الجهة الغربية من دولة الجزائر كان عندها رأي آخر باش أنها تهرب من هذا الاستعمار، وقررت مبايعة السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن. هذا القرار ما تقبلاتوش فرنسا وطلبات من المغرب يخرج سوق الجزائر ويخليهم منهم ليهم، لكن المغرب ما قبلش بهذا الاتفاق وقرر أنه يكمل على الخدمة دياله ويساعد خوتو الجزائريين ويصيفط ولد عمو مولاي علي خليفة على مدينة تلمسان والمناطق المجاورة لبيعات العرش المغربي.
هاد التحرك اللي دار المغرب ما تقبلاتوش فرنسا نهائيا، شي اللي خلى الفرنسيين يضربوا مدينة طنجة والصويرة بالأسطول الفرنسي من بعيد كتهديد للمغرب باش يخرج سوق الجزائر. فعلا هاد القرار خلى المغرب تخرج من الجزائر، لكن المساعدات بقات مستمرة خفية كتوصل للأمير عبد القادر اللي دمر الفرنسيين داخليا وغلبهم في بزاف ديال المعارك، وكانوا الجزائريين فين ما كيسالي لهم العتاد كيهربوا في اتجاه الأراضي المغربية، شيء اللي كيخلي الفرنسيين ما يقدروا يديروا والو لأنهم ممنوع يدخلوا أراضي ديال دولة أخرى بدون إذن. هاد الإذن اللي غطلبوا فرنسا من المغرب باش يسلموهم الثوار الجزائريين، والجواب طبعا ديال المغرب كان هو لا. الفرنسيين كانوا كيظنوا انهم فاش ضربوا المدن المغربية من الساحل صافي المغرب غدير اللي قالوا ليها، هادشي كان خاطئ تماما، بل غتعاود المغرب تعلن عن مساعدة المقاومة الجزائرية. هاد القرار غيخلي الجنود الفرنسيين يتبعوا الجزائريين حتى الاراضي المغربية، وغير وصلت الاخبار للسلطان مولاي عبد الرحمن غادي يجهز جيش كبير وغادي يعين على القيادة على ابن ديالو محمد في اتجاه إسلي، المكان اللي غتوقع فيه واحدة من أعظم المعارك التاريخية بين فرنسا اللي كانت مسلحة بأحدث التقنيات العسكرية واللي تسبب في هزيمة للمغرب، وإعلان عقد صلح بين المغرب وفرنسا. هاد العقد اللي دارته فرنسا بالشروط اللي بغات، ومن بين الشروط عدم السماح للأمير عبد القادر والمقاومين الجزائريين بعبور الحدود المغربية باش تقدر فرنسا تحكم الجزائر بسهولة، وداك الشي اللي كان بالطبع بحيث قدرات فرنسا أنها تبسط السيطرة الكلية على الجزائر، شيء اللي خلى الأمير عبد القادر تدور به الجيوش الفرنسية من كل اتجاه وطلب اللجوء للمغرب، لكن بسبب الضغط الفرنسي اللي كان على المغرب ما قدراتش تساعده وما لقاتش ليه الجهد. نهار كانت المغرب تقدر غامرات قدام دولة عظيمة بحال فرنسا وساعدت الجزائر بكل ما عندها من جهد. مني شاف الأمير عبد القادر الباب الوحيد اللي كان كيشوف فيه النور تسد قدامه، غادي يعلن الاستسلام ديالو لفرنسا اللي غتنفيه مباشرة للإسكندرية في مصر. المغرب في هذا العهد ماشي غير فرنسا اللي كانت كتحارب معه، بل كانت ايضا بريطانيا والنمسا، بسبب ان السلطان المغربي كان كيدعم القراصنة المغربيين اللي كانوا ما كيخليو حتى شي باخره ما كتدوز بلا ما ياخذوا منها حقه، هادشي اللي خلى النمساويين والبريطانيين ما يدوزوش من البحر الابيض او السواحل المغربيه دون رفع العالم المغربي، لان الا رفعوا عالم شي دوله اوروبيه ما غيعقلوش عليهم، الشيء اللي تسبب في معارك بين المغرب وهاد الدول وتسبب في قصف لمدينة طنجة من جديد. أما داخليا فكانت الأمور هادئة من غير بعض التمردات اللي كانت كتوقع مرة مرة، لكن جيش السلطان كان كيقدر أنه يقضي عليها بسرعة. قدر السلطان مولاي عبد الرحمن أنه يحافظ على استقلال بلاده إلى أن توفي سنة 1859، وتم مبايعة الإبن دياله محمد الرابع بن عبد الرحمن السلطان اللي مع غير تعيين سلطان المغرب غادي تواجهه أول مشكلة اللي هي الانقلاب الفاشل، واللي دبروا ولد عمه عبد الرحمن بن سليمان بمساعدة من بعض الأهالي ديال مدينة فاس والأعيان دياله، لكن خرج جيش السلطان محمد الرابع وقدر أنه يقضي على هذا الانقلاب في معركة دارت بين جيش الدولة وجيش التائرين، إلا أن في الأخير جيش الدولة هو اللي غيغلب، وكتب رئيس الجيش لائحة كتحمل أسماء الأشخاص اللي تورطوا في هذا الانقلاب، وغير شدها السلطان محمد الرابع لحف واحد الموقد ديال العافية كان حداه بلا ما يقرأ الأسماء اللي كانت مكتوبة فيه. محمد الرابع السلطان اللي حاول أنه يسترجع سبته ومليلية كأول قرار تاخده وخقع دوك المشاكل اللي الله خرجت منهم الدولة قدام قوة عظمى آنذاك بحال فرنسا وبريطانيا والنمسا. قرار استرجاع سبتة ومليلية غادي تسبب في معركة جديدة بين المغرب وإسبانيا، رغم أن الدول الأوروبية ديك الساعة وصلت واحد المرحلة متقدمة
في العتاد والسلاح، ولكن رغم كاع داكشي المغربي كيموت على ارضه. ونشبات المعركة سنة 1189 اللي مع الأسف النتيجة ديالها كانت باينة قبل ما تبدأ، لأن كما قلت من قبل الدول الأوروبية ومنها إسبانيا كانت دولة قوية عسكريا وعندها سلاح متطور عكس المغرب، وهذا كان سبب انهزام المغرب في هذه المعركة. المغرب اللي الله خرج من هزيمة كبيرة في معركة إيسلي، المعركة اللي خدات الجهد الكبير من الجنود المغربية. المعارك والحروب عندها قاعدة، واللي كتقول أن المنتصر دائما هو اللي كيشرط الشروط ديالو كما بغاه، وما على المنهزم إلا أنه يقبل هاد الشروط. وهذا الشيء تماما اللي وقع للمغرب، بحيث شرطات إسبانيا على اعتراف المغرب أن سبت ومليلية مدينتين إسبانيتين، كما أنه في عهد السلطان محمد الرابع غتسقط سيدي إفني وتطوان في يد الإسبان، بالإضافة لعقوبة قدرها 100 مليون بالعملة الإسبانية آنذاك. بقات الأحوال كتسوء يوم بعد يوم، وفي سنة 1873 غادي يتم الإعلان عن وفاة السلطان محمد الرابع، ومبايعة السلطان الحسن الأول أعدم السلاطين العلويين الفلاليين اللي طاح على الشيفرة أو الكود اللي خدمات به الدول الأوروبية حتى تقدموا، وخلونا احنا اللي كنا اقوى منهم في واحد النهار في المكان ديالنا. السلطان اللي غادي يتقدم بالمغرب الى الامام بسبب الشفرة اللي هي العلم، العلم اللي كان من اولويات السلطان الحسن الاول، واللي اعطاها اهتمام كبير باش يقراو ابناء الوطن في المغرب وخارج المغرب. هادشي خلى الدول الاوروبية ترتعد من جديد، وتشوف الدولة المغربية العظمى كتشكل عليهم خطر في الشمال الإفريقي، الدولة الوحيدة اللي بقات محتفظة بالاستقلال ديالها بين قوى عظمى احتلت شمال إفريقيا بالكامل. اشنو وقع سيدي؟ كتبان لي مريض بزاف وما تقدرش تكمل هاد المعركة، من الأحسن نرجعوا لمراكش ونكلف محمد الصغير يكمل هاد المعركة. ما تخافش عليا، ولكن أنا ما عرفتش واش غنبقى حي حتى الغدا. الله يحفظك لينا سيدي، والله يبعد عليك الباس. كان هذا هو الحوار اللي دار بين السلطان مولاي الحسن الاول والحاجب ديالو با حماد، المعركة اللي كان كيترأسها السلطان ضد القبائل الجنوبية القريبة من نهر ام الرابع. حس السلطان بشدة المرض بسبب الالتهاب الكبدي اللي بانت الاعراض ديالو على السلطان اواخر سنة 1893 في مدينة مراكش. سلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله داهية اللي عاقب قاع الخطط الأوروبية، وحاول أنه يرجع القوة للمغرب بإعادة إنشاء جيش جديد، لكن المشكلة اللي كانت عائق قدامه هي ثورات داخلية مرة في الجنوب ومرة في الشمال، الشيء اللي خلاه ما يكملش هاد العمل ديالو كما رتب ليه. والسبب وراء هاد الشيء كامل كان هو سياسة السلطان اللي كان كيسير المغرب بداك الشيء اللي عنده، وحاول أنه يتفادى ما يمكن أنه يتسلف من الدول الأوروبية ويديروا بهذا السلف السبة ويحتلوا المغرب، الدولة الوحيدة اللي ما زال مدخلها الأوروبيين. أما تونس ومصر والجزائر فراه كلهم ولوا دول محتلة من طرف القوى الأوروبية العظمى. لكن وخا هكاك حاولت فرنسا وبريطانيا أنهم يفرضوا الحماية على المغرب، إلا أن السبب اللي خلاهم يتراجعوا هو المعارضة اللي وقعت ضد هذه الدول، بالإضافة لإسبانيا والبرتغال اللي بينوا نيتهم في استعمار المغرب خاصة ألمانيا. المهم الدول الأوروبية كلها كانت كتنافس مع بعضها على شكون غيحتل أكبر عدد من الدول الممزقة والضعيفة. حتى من الدولة العثمانية اللي كانت موحدة الدول الإسلامية غتسقط في يد الأوروبيين، خصوصا دول البلقان والجزيرة العربية وسوريا، ثم تونس في سنة 1881 اللي غتسقط في يد الفرنسيين، وبعدها مباشرة غتدخل بريطانيا لمصر سنة 1882. المهم هادشي كله وقع في العهد ديال السلطان الحسن الأول، والدولة على قد الحال. حتى المساعدات اللي ممكن يجيوك من الدول العربية في الشرق أو في الجنوب، فلكم أن تتصوروا دولة المغرب وحيدة مستقلة بين مجموعة دول مجاورة كلها محتلة. الجزائر اللي مشاركة معنا الحدود في الشرق
مستعمرة من الفرنسيين، والسنغال في الجنوب حتى هي مستعمرة من الفرنسيين، وحتى من الشمال كاين إسبانيا والبرتغال اللي بينهم وبين المغرب أصلا كاين عداوة تاريخية. لكم أن تتخيلوا حكم المغرب في هذه الفترة العصيبة، الدول الأوروبية ضايرة بيك وكتحاول تغري القبائل داخليا بالمال باش يحاولوا يضعفوك ويخلقوا صراع داخلي في المغرب باش يقدروا يديروا بها السبة ويدخلوا للمغرب زعما يديروا لك الحماية. لكن السلطان الحسن الأول رحمه الله رغم كاع هاد المشاكل بقى محافظ على استقلال المغرب، وحتى شي دولة ما قدرت تحط صبعها في الأراضي المغربية في الوقت اللي كاع الدول العربية والإسلامية كانت تحت الاستعمار الأجنبي. لو أن القبائل اللي كانت كتستنزف قوة جيش السلطان داخليا وقفت مع قرارات السلطان لما كان المغرب غيسقط في يد الفرنسيين يوما، لأن السلطان الحسن الأول رحمه الله كان سلطان رحيم بشعبه، كان كيستقبل الناس وكيسمع المشاكل ديالو اللي طبعا كان كيحاول أنه يقادها بالرغم من الضعف اللي كانت واقعة في الدولة. أما فرنسا فكانت كتشوف استعمار شمال إفريقيا بالكامل ما خصو إلا المغرب، شيء اللي خلاها تقرر فرض الحماية على المغرب. لكن في الوقت اللي حاولت فيه فرنسا تعلن على فرض الحماية غادي تجيهم واحد ضربة من الخلف، وكانت النتيجة ديالها هي احتلال ألمانيا لمدينتين فرنسيتين. هاد المشكل غيخلي فرنسا تخسر عدد كبير من الجيوش، الشيء اللي خلاها تقبل بالحضور المؤتمر اللي اعلن عليه سلطان المغرب مولاي الحسن اللي رفضت فرنسا في الاول انها تشارك فيه، لانها كانت عارفة ذكاء ودهاء السلطان المغربي اللي فعلا غادي يخلي الفرنسيين بالعقل، بحيث ان السلطان اعطى نفس الحقوق والصلاحية اللي كانت كتوفر عليها فرنسا لكل من المانيا العدو اللدود ديال فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة لبريطانيا، شيء اللي أجل سقوط المغرب لمدة ثلث قرن. لكن رغم ذلك فرنسا كانت خايفة تمشي لها المغرب، لأنها كانت مستعمرة قاع الدول المجاورة بحال تونس والجزائر والسنغال، شيء اللي خلاها تخلق مشكلة ديال الصحراء المغربية وتعلن على أن القبائل الصحراوية قبائل مستقلة وأن فرنسا بغت تفرض الحماية ديالها على السكان. لكن السلطان الحسن الأول رحمه الله كان ذكي بزاف، وفين ما كتحط فرنسا يديها الا وكتلقى السلطان المغربي اللي عين والي على الاقاليم الجنوبيه واللي من بعد غادي يقاوم اي تدخل غير قانوني للفرنسيين في الاراضي المغربيه. عرف السلطان مولاي الحسن الاول كيفاش يسير الاوضاع في دوله مليئه بالمشاكل، هاد الافعال اللي قام بها السلطان خلاته يكون قدوه عند المغاربه حتى بعد الوفاه ديالو. وأثناء تفكيك واحد التمرد في القرب من مدينة مراكش غادي تزاد الحال على السلطان مولاي الحسن الأول بسبب مرض الالتهاب في الكبد، الشيء اللي خلاه يرجع للخيمة ديالو ويكتب بخط يديه الوصية اللي كيعلن فيها أن المولى عبد العزيز هو السلطان الجديد للمغرب. ومع تسعود الليل من يوم 6 يونيو 1864 غادي يتم إعلان وفاة السلطان مولاي الحسن الأول، واحد من أعظم السلاطين على المغاربة. بالزربة بعد ما تعلن هذا القرار الحاجب بحمد جمع القواد العسكريين والوزراء اللي كانوا معهم في هذه المعركة باش يسينيوا على المبايعة للسلطان الجديد مولاي عبد العزيز اللي كان في فاس، ويكون بهذا حقق الوصية الأخيرة ديال أعظم سلطان في هذه الفترة، السلطان الحسن الأول اللي كان أكثر من صديق للحاجب بحمد. أبو أحمد اللي خفى حقيقة وفاة السلطان حتى وصلوا للعاصمة وتم مبايعة السلطان الجديد مولاي عبد العزيز. أثناء السير ديال القافلة ديالهم من مراكش للعاصمة حاول أبو أحمد أنه ما يبينش أن السلطان راه مات، وأثناء المسير كان فين ما كيوصل شي بلاصة كيطلب أو لا كيقول أن السلطان كيطلب الماء أو أنه كيطلب شي حاجة ما يأكل باش أنه ما يبينش أن السلطان مات، خصوصا وان الاعداء كانوا دايرين بالمغرب بزاف. وبقى على هذا الوضع الى ان وصلوا لمدينه فاس وتم مبايعه السلطان الجديد مولاي عبد العزيز، السلطان اللي تولى حكم المغرب في سن 16 سنه بنفس الفكر اللي كان كيخدم به الاب ديالو مولاي الحسن الاول. وهذا الشيء كان راجع طبعا للصدر الاعظم بو احمد اللي وصاه السلطان مولاي الحسن الاول
باش يكون دائما في جنب الابن ديالو مولاي عبد العزيز. وفعلا داكشي اللي كان، بحيث بقات الدولة مسيرة بسياسة بأحمد واللي خداها من السلطان مولاي الحسن الأول. في الحلقة الماضية خليناها في وفاة السلطان مولاي الحسن الأول، واحد من أعظم السلاطين العلويين اللي دار كل ما في جهده باش يقدر يحافظ على الوحدة الترابية ديال بلاده في واحد الوقت اللي كانت عصيبة بزاف. وكلنا شاهدنا وسمعنا القصة في الحلقة الفايتة اللي عرفنا من خلالها كيفاش أن شمال إفريقيا كله احتلاته القوى الاستعمارية الأوروبية بحال فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا بالإضافة لإيطاليا. في العهد ديال السلطان الحسن الأول الله يرحمه كانت المغرب محاصرة من كل الاتجاهات طبعا بالقوى الاستعمارية، في الشرق والجنوب كاينه فرنسا اللي مستعمرة الجزائر والسنغال، واللي كيتسائل كيفاش السنغال وما قلتش موريتانيا، فكنقول لك ان في ذاك الوقت المغرب كانت دولة كبيرة، موريتانيا مازال ما تأسات في ذاك الوقت، وحتى النصف في الأراضي المالية والسنغالية كانت تابعة للمغرب، لأن القبائل السودانية كانت مبايعة للسلطان المغربي أو العرش المغربي. دابا عطيتكم بعض الوقائع فقط اللي شفنا وسمعنا معكم في الحلقة الفايتة، وخليناها في وفاة السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله. وشفنا أن بعد الوفاة ديالو قرر أنه يخلي الرسالة أو وصية اللي من خلالها عين السلطان مولاي عبد العزيز اللي كان في العمر ديالو آنذاك 16 سنة فقط. شفنا أيضا كيفاش أن الحاجب أحمد بن موسى البخاري المعروف بابا أحمد، شفناه كيفاش خبى خبر وفاة السلطان حتى وصلوا لفاس خوفا من الأعداء اللي كانوا ضايرين بهم. من يوصل بابا أحمد لفاس اللي كان مستقر بها السلطان مولاي عبد العزيز وقنعوا أنه يمشي معاه المكناس، لأن المكناس فيها جيش عبيد البخاري القوي اللي كان بابا أحمد هو القائد ديالهم، وهكذا قدر الصدر الأعظم أنه يتمكن من تسيير المغرب باسم السلطان مولاي عبد العزيز، وهكذا غيكون بابا أحمد حقق الوصية ديال السلطان مولاي الحسن الأول، لأنه كان مخطط لهذه الخطة هو بابا أحمد باش يتسير المغرب بنفس سير اللي كان السلطان مولاي الحسن الأول كيسير به الدولة واللي كان باغي الدولة أنها تسير به. بقات الأوضاع هكذا كتسير باسم السلطان مولاي عبد العزيز اللي كان قليل فين كيبان للشعب، كيبان في بعض المناسبات فقط، لأن تسير الدولة والقرارات كانوا كيتعطاو من عند الصدر الأعظم بابا أحمد حتى لسنة 1900 اللي غادي تعرف واحد التغير كبير أو تحول كبير. غادي تشوف الصدر الأعظم بابا أحمد وغادي تغير سياسة الدولة، بل وغادي تدخل في معترك ضيق، لأن السلطان اللي كان في عمره آنذاك 20 سنة واللي ما عمره دخل في شؤون الدولة كان دائما بابا أحمد هو اللي كيهز عليه الدق وهو اللي كيعطي القرارات. أما دابا فراه السلطان هو اللي خاصو يسير دولة مليئة بالمشاكل الداخلية والخارجية، إلا أن الصدر الأعظم بابا أحمد قبل ما يموت عين ابن العم ديالو الفقيه المختار بن عبد الله بن حمد السوسي البخاري أنه منين يموت يتولى هو مهام الصدر الأعظم، إلا أنه بسرعة غادي يقدم استقالته بعد مضايقات من المنبهي الشخصية اللي غادي تسير الدولة في الخفاء باسم السلطان، إلا أنه أيضا غادي يجري عليه السلطان مولاي عبد العزيز بعد ما وصلته الأخبار أنه كيسرق المال العام. المشاكل الداخلية كثرات والأزمة بدات كتلوح في الأفق، والمداخل قليلة بزاف والناس ما لقياش ما تاكل، حتى داكشي اللي زرعوه مشى بسبب الجراد اللي انتشر في كل مكان، شيء اللي خلى السلطان يقرر فرض الضريبة على المواطنين بخصوص الملكية أو الماشية، يعني الناس اللي لباس عليهم، الناس اللي لباس عليهم خاصهم يعطيوا الضريبة، لكن زعماء القبائل والأجانب ما بغاوش وما قبلوش بهذا القرار اللي خلى خزينة الدولة تكون فارغة في الوقت اللي كانت فيه الدولة في أمس الحاجة للفلوس، وما بقى قدام السلطان إلا حل واحد وهو ياخد قرض من فرنسا، والضمانات كانت هي مداخل الموانئ، وهذا القرار كان بمثابة بداية الاستعمار الفرنسي للمغرب، لأنهم كانوا دائما كيقلبوا كيفاش وشنا هي هاد الوسيلة اللي غيستغلوها باش يحتلوا المغرب، بالرغم من مقاومة السلطان اللي مشى على خطط الأب ديالو السلطان مولاي الحسن الأول اللي حافظ على استقلال البلاد إلى أن توفي رحمه الله، وخلى الابن ديالو مولاي عبد العزيز ياخد نفس الفكر ديال الأب ديالو
باش يحافظ على استقلال البلاد بالرغم من المشاكل والتمردات اللي كانت كتوقع بين القبائل واللي تسمات تاريخيا ببلاد السيبة وبلاد المخزن. غادي نعرفكم بسرعة على هاد القضية. بلاد المخزن كانت تابعة للسلطان وفيها القائد والقاضي والوالي والشيخ، كما أن الطرقان كان فيها محطات الاستراحة اللي كان اسمها المنزل أو الفندق، كان ممكن لك ترتاح فيها مقابل واحد الثمن رمزي فيه البياتة وفيه الحراسة على السلعة ديالك، على الماشية اللي جبتي أو السلعة اللي جبتي. أما بلاد السيبة فكانت فيها السيبة، يعني القوي يأكل الضعيف والشفرة على الجهد، والقبيلة القوية كتقضي على القبيلة الضعيف. وحتى إلا بغيتي تسافر لشي قبيلة أو مدينة في أراضي السيبة خاصك ضروري تشوف لك واحد الشخص اسمه الزطاط. هاد الزطاط كان حافظ الطرقان مزيان وكيدير معاك واحد الثمن مقابل انه يديك للبلاصة اللي انت باغي، ويديك في واحد الطريق اللي امنه ما فيهاش قطاع الطرق، يعني السلعة ديالك ولا داكشي اللي ديتي معاك ما تخافش. القبائل خوفا من المحاصيل ديالهم من قطاع الطرق حتى هما كانوا كيبنيوا الحصون، يعني كيدوروا الصور على القبيلة وكيبنيوا واحد البرج كبير كيديروا فيه شي واحد يكون مسلح يشد العسة يقابل ليك ما جاي شي واحد غريب للقبيلة باش يهجم عليهم او لا شيء من مثل هاد القبيل. هاد الابراج باقين كيقاوموا لحد اليوم، كنلقاوهم في القبائل الامازيغية بزاف. كذلك في ديك الوقت كانت واحد الطريقة كيستعملوها القبائل بعضياتهم باش يقدروا يشكلوا حماية والامن لبعضياتهم، سميتها بالامازيغية تفاسكا يعني الذبيحة. كانت القبيلة كتدي شي خروف او بقرة للقبيلة الاخرى وكيذبحوا عندهم، وهاد الذبيحة كان عندها بزاف ديال المعاني والدلالات، بحال الا كيقولوا من اليوم حنا خوت وما عمر نتخاصموا او لا نهجموا على بعضنا. المهم كانوا كيتحالفوا بهذه الطريقة بالاضافة للزواج، يعني كتزوج هاد القبيلة من هادي باش يقدروا يأمنوا على بعضياتهم. لكن بالرغم من هاد الشي كان جيش السلطان مرة كيحاول يهجم على بلاد السيبة، بحال تهامي القلاوي اللي كان قائد قبيلة في الاطلس الكبير. هاد الشي كامل اللي ذكرت خلى السلطان يقرر ياخذ مساعدة عسكرية من فرنسا باش يقضي على هاد التمردات اللي كتوقع في المغرب العميق. لكن مع الأسف هاد القرار ما زاد إلا المشاكل، لأن فرنسا حتى هي عينها على المغرب منذ سنين، والنظام الأوروبي اللي كان بغى السلطان عبد العزيز يجربه في المغرب بحال الضريبة على المواطنين وإرسال الطلبة يقراو في أوروبا وتعيين الفرنسيين في وظائف مهمة بحال الديوانة، بالإضافة للخبرة اللي ما كانتش عند السلطان اللي باقي صغير، طبعا باقي شاب مازال ما وصل على تسيير دولة وماشي أي دولة، هذه دولة منهكة داخليا وخارجيا. المهم السلطان مولاي عبد العزيز ما قدرش يساير الأمور وقرر أنه يتنازل على حكم المغرب ويبايع الأخ ديالو مولاي عبد الحفيظ. هذا الأخير اللي في أول ظهور له وعد المغاربة باش يرجع لهم الهيبة ويصلح كل ما أضاعه الزمن، لكن هيهات هيهات. سنة 1906 غادي تعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء اللي شاركت فيه فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بالإضافة ل 12 دولة أخرى من بيناتهم الولايات المتحدة الأمريكية باش أنهم يقرروا مصير دولة المغرب. والخلاصة للمؤتمر كانت هي إعلان المغرب دولة مستعمرة أوروبية بين فرنسا وإسبانيا، وهذا راجع للمشاكل الداخلية الكثيرة اللي ما قدرتش الدولة تحلها، خصوصا بعد ما خرج الروكي بوحمارة اللي أسس إمارة في شمال المغرب وأعلن راسه أميرا عليها. أولا وقبل ما نبدأ في الحلقة ديال اليوم غادي نرجع شوية للور وبالضبط لسنة 1906. في الحلقة الماضية شفنا كيفاش أن السلطان عبد العزيز السلطان الشاب اللي تولى حكم دولة مليئة بالمشاكل، وهادشي كله في سن 20 سنة مباشرة بعد ما توفى الحاجب ديالو اللي كان كيساعدو في تسيير الدولة بسياسة السلطان مولاي الحسن الأول الله يرحمه. وفاة با أحمد غادي تخلي السلطان الشاب منه للشعب مباشرة، والإمكانيات بسيطة بزاف بالإضافة لتقسيم الدولة بين بلاد المخزن وبلاد السيبة. هادشي كامل إن شاء الله غنشرحوه اليوم بالإضافة لأسرار وحدة أخرى. بقاو معانا ونبدأو على بركة الله.
الضغوطات اللي ترتبات على الدولة المغربية في مؤتمر الجزيرة الخضراء، واللي كيتعرف ايضا بوثيقة الخزيرات واللي تم الانعقاد ديالها سنة 1906 من طرف فرنسا واسبانيا. لكن السؤال هو علاش تم عقد هذا المؤتمر في الاساس، وشنو القضية اللي استغلوها الدول الاستعمارية باش انهم يقدروا يتدخلوا في مصير المغرب. القصة وما فيها كتبدأ سنة 1901 من يتقتل واحد تاجر وهراني في سواحل الريف المغربي، الشيء اللي غتستغلوا فرنسا بدعي ان هذا اللي تقتل كيتعتبر مواطن ديالها، لهذا غادي ترسل فرنسا وزير الخارجية ديالها للمغرب باش انه يقنع السلطان مولاي عبد العزيز باش يسمح لفرنسا تساعده وتدخل الجيش ديالها اللي غادي يهنيه من بلاد سيبا اللي كانت ممنوعة على جيش المخزن في الاساس، واللي كانت فيها سياسة القوي يأكل الضعيف. فعلا غادي يخرج وزير الخارجية الفرنسي باتفاق مع السلطان مولاي عبد العزيز يقضي على ان فرنسا غادي تساعده باش ينهي السيبا وينهي الامر ديال القطاع الطرق اللي ولاو منتشرين في بلاد سيبا، واللي غادي تعينوا فرنسا باش يتكلف بهذه المهمة هو العقيد ليوطي اللي غادي يولي فيما بعد المقيم العام الفرنسي في المغرب. ماشي غير فرنسا اللي كانت الاطماع ديالها في استعمار المغرب، بل حتى المانيا غادي ترسل القيصر ديالها المدينة طنجة باش انه يوضح للسلطان مولاي عبد العزيز ان المانيا النية ديالها هي مساعدة المغرب فقط وما عندها حتى شي اطماع في احتلال المغرب، عكس فرنسا اللي فرضت على السلطان توقيع على معاهدة الحماية الا بغى فرنسا تدخل تساعده باش يحل المشاكل الداخلية في بلاد سيبا. بريطانيا هي الاخرى كانت طامعة في المغرب، انما قدرات فرنسا تهنى منها بعد ما تنزلت لها على مصر كما دارت مع ايطاليا هي اللي تنزلت لها على ليبيا. المشكل اللي كان قدام فرنسا هو الجارة الجنوبية اسبانيا والعدو اللدود المانيا اللي كتحاول تقنع السلطان ما يوقعش لفرنسا ويختار المانيا اللي عندها نية المساعدة فقط. هاد الصراع غادي يتسبب في ازمة كبيرة بين فرنسا والمانيا اللي اصلا بيناتهم عداوة قديمة، واللي ذكرتها في الحلقات الفايتة بني دخلت المانيا للمدن الفرنسية اللي قريبة من الحدود الالمانية الفرنسية. سبب احياء الصراع الفرنسي الالماني من جديد كان سنة 1904 في مدينة طنجة، ملي اتفقت كل من فرنسا واسبانيا وبريطانيا على ان المغرب محمية فرنسية، الشيء اللي ما تقبلاتوش المانيا، وعقدت مؤتمر جديد عاجل باش تستفسر فيه فرنسا هذا القرار اللي اتخذته بوحدها. رئيس الوزراء الفرنسي كان باغي يفتح باب التفاوض مع المانيا باش يديروا حل هذا الصراع، انما الراي العام الفرنسي كان رافض تماما اي اتفاق مع العدو، الشيء اللي غادي يزيد من التوتر بين هاد الدول، وقررت المانيا تزحف بالقوه ديالها للحدود الفرنسيه، هذا الاخير اللي حتى هو غادي يستدعي القوات المحاربه، وكانت هذه هي العلامات الاولى اللي كتوحي باندلاع الحرب العالميه الاولى، لان في هذه الفتره بالضبط بدات كتكون دول التحالف ودول المحور. ومباشره بعد هذا الصراع غادي تدخل الدول الاوروبيه بخيط بيض باش يبردوا القضيه قبل ما تولي مستعصيه، وبمشاركه 12 دوله من بينهم طرفين النزاع المانيا وفرنسا بدعم من بريطانيا غادي يتم انعقاد مؤتمر الجزيره الخضراء اللي غادي يخرجوا فيها الدول بالقرارات التاليه، واللي هي تقسيم المغرب بين فرنسا واسبانيا مع ترك الامتيازات التجاريه اللي كانت كتربح منها المانيا دون تغيير. لكن المانيا كانت باغا المغرب كله، الشيء اللي غيتسبب بازمه جديده سنه 1911 في اكادير، واللي وقفت السفن الحربيه الالمانيه قدام المدينه وهدات السلطات الفرنسيه بالخروج من المغرب او قصف المدينه، الشيء اللي غيخلي فرنسا تدخل في مشاورات مع المانيا من اجل الخروج بحل يكون منصف للطرفين دون حرب او خسائر. هذا القرار كان هو تنازل فرنسا الألمانية على جزء مهم من دولة الكونغو بالاضافة للكاميرون، الشيء اللي يخلي المانيا تعلن رسميا التنازل ديالها على المغرب واعلانها مستعمرة فرنسية. لكن القرار اللي خرجت به فرنسا والمانيا ما تقبلوش العلماء المغاربة اللي كان في مقدمتهم الشيخ ابو الفيض الكتاني اللي كان من علماء جامع القرويين في فاس. مباشرة بعد هذا القرار اللي خرجوا به علماء المغرب غادي ينتفض الشعب المغربي ضد هذه القرارات، وغادي يبيعوا السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي كان هو ضد هذه القرارات
وهذا الشيء هو اللي خلى الشعب المغربي يبيعوه مكان الأخ الأصغر ديالو السلطان مولاي عبد العزيز اللي ما بقاوش عنده الحلول واستسلم الأمر الواقع. كما كنقولوا اللي عطى الله عطاه، بحيث مع وصول السلطان مولاي عبد الحفيظ للعرش غادي ترسل فرنسا السفير ديالها السلطان الجديد باش يوافق على القرارات اللي خرجت بها الدول الأوروبية في مؤتمر الخزيرات، وإلى رفض السلطان هذه القرارات غادي تعترف فرنسا بالروكي بحمارة أنه سلطان المغرب، لأن فترة حكم السلطان مولاي عبد الحفيظ كانت متزامنة مع فترة ظهور بحمارة، وهكذا قرر السلطان يوافق على هذه القرارات غصبا عنه. وفي سنة 1907 غادي يبدأوا الإصلاحات اللي تقررت في مؤتمر الخزيرات، وغادي تبدأ فرنسا بإنشاء بنك للدولة وإلزامية إعطاء الضرائب باش تنظم مداخل الدولة، وكذلك بناء المدن والقناطر والطرقة. بقات الأمور على هذا الحال حتى بانت ثورة بحمارة، ثورة اللي زادت النفوذ الفرنسي في المغرب حيث غادي تزيد من الجنود ديالها والقوة ديالها في المنطقة. هاد الجيلالي بوحمارة أو عمر بن دريس الجيلالي ولا اليوسفي الزرهوني كل واحد باش كيعيط ليه، زاد سنة 1860 بالقرب من مدينة مكناس، كان محترف في الكتابة وكتبدا القصة ديالو ملي تعين في القصر ديال مراكش. تعين ككاتب الأمير مولاي عمر خص السلطان مولاي عبد العزيز، وبعد مرور مدة على التولي ديالو لهذه الخدمة غادي يولي محترف في الكتابة والوثائق وتزوير التوقيعات ديال العقود. هاد الخدمة ديال التزوير ربح منها فلوس كتير، ومعه هو الكاتب ديال القصر كان كتوصلوا الأخبار والهضرة ديال الدولة العميقة. وصلته الأخبار على أن مولاي محمد الإبن الأكبر ديال مولاي الحسن الأول شد في الحبس ديال تافيلالت لأنه كان كيدير شي أمور ماشي تله، ومع سمع بوحمارة هاد الأخبار قال مع راسو هذه هي المناسبة وخرج من العمل ديالو ككاتب في القصر ومشى في اتجاه الجزائر، دوس فيها واحد المدة حتى نساو عليه الناس ورجع، لكن هاد المرة ماشي لمراكش اللي كان خدام فيها بل المدن الشمال، لأن مراكش كانوا كيعرفوا فيها الناس بزاف. بدات الأخبار كدور بين الساكنة باللي كاين واحد السيد كيدور على الضواور بالحمار ديالو وكيقول باللي هو الأمير محمد ولد السلطان مولاي الحسن الأول، واليوم غدا اليوم غدا بداو القبائل كيتيقوه وعلاو الشأن ديالو حتى ولا شيخ الزاوية، وبدا كيأمر بمعارضة قرارات السلطان مولاي عبد العزيز وكذلك ضد فرنسا اللي استعمرت المغرب. بداو الأتباع كيزيدوا على الجيلالي بوحمارة يوم بعد يوم، حتى حس باللي وصلت الوقت باش يخرج يبان للسلطات وللمستعمر الفرنسي، وبدا الحركة ديالو قدام القبائل اللي كانت مازال متايقة به، لكن كان كيقنعهم بشي وثائق كتدل على النسب ديالو، وفعلا اللي زورها مني كان خدام في القصر ديال مراكش. هكذا قدر انه يجمع 14 قبيله واللي كانت كتكون الجيش ديالو، هذا الجيش اللي غادي يهزم جيش السلطان فيما بعد بالضبط سنه 1902. هذا الانتصار زاد من الاتباع ديالو اعلن على الاستيلاء على قبائل الشمال الشرقي، وبحكم العمل ديالو في القصر كان كيرد البال بزاف في الامراء كيفاش كيصدروا القرارات، الشيء اللي خلاه يكون انسان محترف في التسيير. وغير انتصر على جيش السلطان غادي يعلن على الدولة ديالو، بل وغادي يدير اتفاقيات مع فرنسا باش انها تستغل مناجم الرصاص الموجودة في الاراضي اللي كيحكمها، وكذلك اسبانيا اعطاهم المناجم ديال الحديد، والمقابل كان هو دعم هاد الدول الكبيرة ليه في الحركة ديالو بالسلاح والمال من اجل تأسيس دولة مستقلة. غادي تزاد مسألة المغرب تعقد مني، غادي ترأس الريسوني ثورة وحدة أخرى بالشمال مساعدة من بوحمار، وارتكب واحد الغلط اللي غادي يعقد مسألة الدولة المغربية أكثر تعقيد، مني خطف جوج ديال الأجانب واحد أمريكي والآخر بريطاني، وغير وصلت الخبار لهذا الدول حطات السفن الحربية ديالها في السواحل المغربية، شيء اللي دفع بالسلطان مولاي عبد العزيز باش يبرد القضية، وفعلا نجح في إقناع أمريكا وبريطانيا، وقرر السلطان مولاي عبد العزيز يخلي كل شيء موراه ويشوف القضية ديال بوحمارة هي الأولى. وهاد القضية كانت من بين الأسباب الرئيسية اللي دفعت بالدول الأوروبية باش تقرر مصير المغرب في مؤتمر الجزيرة الخضراء اللي ذكرناها وشرحنا البنود ديالها من قبل. وفي سنة 1907 غادي يبيعوا المغاربة السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي جا باش ينهي الأمر ديال بوحمارة
اللي تسبب للدولة في أكبر خسائر ممكن تصوروه، ومن بينها إجبار السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي كان ضد قرارات فرنسا أنه يقبل القرارات اللي تعطات في مؤتمر الجزيرة الخضراء غصبا عنه. وفي سنة 1909 غادي توقع المعركة الأخيرة للجلالي بوحمار قدام جيش السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي خدم مساعدات من فرنسا كتمثل في مدافع عصرية. هاد الأخيرة اللي غتساعد جيش السلطان في إنهاء أمر الجلالي بوحمار، وغادي يتم القبض عليه مع 400 شخص من الأتباع ديالو. وفي نفس السنة اللي تشد فيها غادي يتم الإعدام ديال بوحمارة مع الأتباع ديالو. وفي سنة 1912 غادي يتم الإعلان على تنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ عن العرش للأخ ديالو مولاي يوسف، بعد ما كتب وصية كيعلن فيها أنه تنازع على العرش اختياريا للأخ ديالو مولاي يوسف، والسبب كان تدهور الصحة ديال السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي قرر أنه يرتاح ويقدر أنه يتبع العلاج ديالو بعيدا عن ضغوطات السياسة. سنة 1912 مباشرة بعد توقيع على معاهدة الحماية اللي بموجبها كيتنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ على حكم المغرب لأخ ديالو مولاي يوسف، غتبدا مرحلة جديدة من تاريخ المغرب، المرحلة التاريخية اللي تعرفت بالحماية الفرنسية واللي غادي تمتد حتى لسنة 1956، سنة اللي غادي تستقل فيها المغرب عن فرنسا. غير انتشرت الاخبار ديال ان السلطان مولاي عبد الحفيظ تنازل عن الحكم الاخ ديالو مولاي يوسف، غادي تنوض حركة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني، واهمها مقاومة محوحم الزياني في الاطلس المتوسط ومحمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، بالاضافة لحركة عسوب اسلام واحمد الهيبة في الجنوب. والحقيقة مراد الانتفاضة هي ان الجنرالات الفرنسيين عتوا في الارض فسادا. وفي نفس السنة اي 1912 اجتمعت القبائل السوسية في مقدمتهم قبائل ايتبع عمران وقبائل الاخصاص، قبائل افران وقبائل مجاط وقبائل ولتيسة، قبائل جزولة، قبائل ايدو بعقيل وايدور سموك، وقبائل ايدو سملال وتازروالت، قبائل المعدر وقبائل اقا، بالاضافة لقبائل ازاغار وايدو زيكي وقبائل ايدو تنان وحاحة، وكذلك الشياضمة والحوز، بالإضافة للزوايا والقبائل السوسية. كلهم تجمعوا في مدينة تيزنيت من أجل مبايعة أحمد الهيبة أميرا للجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الإسباني اللي احتل بموجب معاهدة فاس مناطق الريف وسيدي إفني بالإضافة لطرفاية. وفي 15 غشت 1912 غادي يحتل أحمد الهيبة مدينة مراكش، وغيلقي القبض على أبرز القواد بحال التهامي القلاوي والمدهني القلاوي، بالإضافة للقائد العيادي والمتوقي والقندافي اللي كانوا أعظمهم متعاونين مع فرنسا. وغير سمعوا القبائل المجاورة هاد الخبار اللي واقعة في مراكش بالزربة، غادي ينضموا لجيش أحمد الهيبة بحال قبائل الرحامنة، بالإضافة للقائد حيدة أوميس. كيقول المؤرخ المغربي أحمد المانوزي: أمر قادة جيشه بالمسير أمامه فتقدموه في جيوش لا يحصيها غير خالقها رافعين أعلامهم، ولما وصلوا إلى أبواب المدينة انحشر أهل المدينة إليهم رجالا ونساء بالبارود والزغاريد وأنواع الزينة والحبور. غادي تحرك المقيم العام الفرنسي اليوطي باش يوقف قدام التوسع ديال أحمد الهيب، وغادي يعين لهاد المهمة القواد اللي كانوا متعاونين مع فرنسا بحال عيسى بن عمر قائد عبدة، والحاج العيادي قائد الرحامنة. وفي 6 تنبير من نفس السنة غادي يتلقى جيش أحمد الهيبة مع جيش القواد الفرنسيين في معركة سيدي بوعثمان الشهير، اللي غادي يدخلها الجيش الفرنسي بفرقة سينيغالية وجزائرية بالإضافة للقواد اللي ذكرتهم دابا شوية، تحت إمرة القائد شارل مانغان اللي غادي يعطي أمر بقصف المدافع ديال أحمد الهيبة اللي ما كانوش متمركزين في منطقة مخبية، بل كانوا محطوطين في منطقة مكشوفة أسفل الجبل، شيء اللي سهل على الفرنسيين أنهم يشوفوها ويقصفوها من مسافة بعيدة. وقبل ما تبدأ المدافع ديال أحمد الهيبة من إطلاق أي ضربة، غادي تدمرها المدافع الفرنسية، وغادي تدمر معها جيش أحمد الهيبة اللي غادي ينسحب من مراكش وغيرجع لمدينة تيزنيت، وغادخل مراكش تحت حكم فرنسا. وفي سنة 1919
غادي تفكك حركة أحمد الهيبة مباشرة بعد الوفاة ديالو، متأثرا بالسم اللي أعطاه ليه واحد الجاسوس فرنسي. في الوقت اللي سالت فيه حركة أحمد الهيبة، كانت المقاومة مشتعلة في الأطلس المتوسط بقيادة محوحم بن زياني. قائد زيان بأمر من السلطان مولاي الحسن الأول منذ سنة 1886 اللي تحارب مع فرنسا قبل من معركة الهري اللي كلنا سمعنا بها، وكلهم قالوا لنا باللي معركة الهري هي اللي شارك فيها. والحقيقة كتبدأ سنة 1908 قبل كاع من فرض الحماية الفرنسية في المغرب وقبل من مؤتمر الجزيرة الخضراء. والقصة بدأت من اللي احتلت فرنسا مدينة الدار البيضاء سنة 1908 وطلبت من قبائل الشاويوم ديون المساعدة. خرج بالحصان ديالو بلا ما يفكر هو والجيش ديالو باش يساعد مقاومة قبائل الشاويوم ديونة ضد الاحتلال الفرنسي. كيقول المؤرخ أحمد المنصوري، محمد حم مقاومة جيش الاحتلال هو وقبيلته زيان ومن انضاف إليها زهاء 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء عام 1907، ذلك أنه لم يكد يصل إليه نبأ هذا الاحتلال حتى أخذته حمية بربرية في غيرة دينية فطار على فرسه وراءه قبيلته زيان ومن انضاف إليها حتى وقف على أبواب الدار البيضاء وسط قبائل الشاوي. وفي سنة 1912 غادي يعاود يتلاقى مع جيش الفرنسيين في معركة جديدة واللي هي معركة تافوديت اللي وقعت في منطقة زمور، بالإضافة لمجموعة من المعارك بحال معركة أكوراي سنة 1912 اللي وقعت في مكناس، ثم معركة وارغوس سنة 1913 في واتزم. هاد المقاومة الخارجية يعني اللي وقعت برا ديال زيان كانت كتكبر الاسم ديال محوحم الزياني في المنطقة وكتخلي فرنسا تدير منه أتونسيو. بل هاد المقاومة الخارجية غادي تزيد من جيش محوحم الزياني حيت فينما كان كيخرج لشي حركة يعني في شي معركة بعيدة كانوا المقاومين اللي رافضين الاستسلام لقوانين الفرنسيين كينضموا ليه وكيجيو معاه لزيان. في سنة 1914 حس هوبير ليوطي بالخطر من قبائل الأطلس المتوسط اللي صبح عندها جيش منظم وقوي، وخرج بتصريح كيقول فيه أن قبائل الأطلس المتوسط أصبحت تشكل خطرا على وجودنا ويجب إبعاد كل الزيانيين من الضفة اليمنى لأم الربيع، في إشارة ليه لتفرقة الزيانيين لأن التلاحم ديالهم كيشكل خطر على فرنسا. واللي خلى ليوطي المقيم العام الفرنسي في المغرب يقول هذه الهضرة هو هزيمة الفرنسيين أمام محوحم في معركة القصيبة اللي خسرت فيها فرنسا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وخلت الكولونيل الفرنسي مانغان يهرب ويتخبى في تادلة، وما قدراتش فرنسا تدخل القصيبة وتادلة وبني ملال إلا بعد ما جهزت جيش ضخم وضربات مية حساب المحوحم اللي كان عنده جيش وعتاد على قد الحال. كيقول ماريشال ليوطي، لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما لها راية واحدة وروح موحدة وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية وله انتظام تلقائي أيضا، وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد. حاول ليوطي أنه يبرد نار محوحم والزياني بالمال والجاه والعتاد بحال كما دار مع قوات كبار في البلاد بحال التهامي القلاوي والبقية، لكن اللي راجل راجل محوحم ما قبل بتا حاجة من هادشي وعلن أنه غيبقى مقاوم للاستعمار الفرنسي حتى يموت. ومني ما قدرش ليوطي قنعه قرر أنه يغزو الأطلس المتوسط ويعلن حرب إبادة ضد القبائل الأمازيغية الزيانية المعروفة بالشجاعة واللي قاومت بكل ما لها من قوة. كيقول جنرال غيوم، لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم البالغ عددهم 2500 رجل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما كانت أيضا سرعة الحركة والإقدام إلى جانب القدرة العفوية
على المقاتلة في الحرب من الصفات المميزة لمقاتليه. كيبقى أكبر انتصار لمحوحم الزياني على الفرنسيين واللي كان غيتسبب لفرنسا في هزيمة في الحرب العالمية الأولى هو معركة الهري، المعركة اللي بسببها غادي تقدم ألمانيا والدولة العثمانية برسائل ومساعدات كبيرة لمحوحم الزياني باش أنه ينهك فرنسا في المستعمرة ديالها. معركة الهري بالإضافة لشنو وقع في الريف مع محمد بن عبد الكريم الخطابي والقصة ديال سوس شنو طرا فيها بعد انتهاء مقاومة أحمد الهيب اللي كانت بريضة من السلطان عبد الحفيظ، هادشي اللي غنعرفو إن شاء الله في الحلقة الجاية من سلسلة الدولة العلوية الشريفة. كيف العادة ما تنسوش تشاركوا معنا الآراء ديالكم في التعاليق، واللي عجبوا الفيديو يشاركوا مع الأصدقاء ديالو ويخلي لايك باش نعرفو شحال من واحد عجباتو الحلقة ديال اليوم. طبعا أما المشاهدين جداد فقبل ما تمشي اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. واخيرا كنعاود نذكر باللي مشاهده الحلقات من الحلقه 1 حتى الحلقه ديال اليوم ضروري، لان من خلال المشاهده ديالكم لهذه الحلقات غادي تفهموا القصه على شكل تسلسلها الزمني من البدايه حتى النهايه. تقبلوا مني تحياتي، الى اللقاء.